كملين لقاءنا صباحي معكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتشاهدونا، بنقول لكم الله معكم. ويمكن هاللقاء يلي دايما عم يجمعنا سوا بحفزني لحتى انا اعطي شيء الحلو لكم انتم، وبعرف لانه انتم على طول مشاهدين امنا لا تيلي لوميير بكل المواضيع بكل البرامج انتم حاضرين. رح نتوقف مع شوف بروموسيون صغير بنرجع لكم. شو هالحلو هيدا، اهلا وسهلا فيك رئيس بلديه حصرون استاذ جيرار سمعاني. ثانك يو، اهلا فيك. اول شيء انا كثير حبيته لانه وقتها وصلت حضرته كذا مره كثير حلو، يعني عم نشوف منطقه حصرون بلده حصرون منطقه الجبله هالفرحه هيك. خليني اقول لك هيدا اكيد مثل ما مبين انه هيدا كان الايفنت اللي عملناه هذيك السنه. نعم. ونحن من اول منتخبنا يعني من سنتين تقريبا حطينا بلان قدامنا مشان نقدر نرجع نحيي هالضيعه، بتعرفي ضيعتنا من اجمل كرة قضاء بشري. حصرون يعني على وادي القديسين بجوار ارز الرب قريب وارد جبل حكم طبعا، وحصرون عندها تراث سياحي كثير كبير. يعني حصرون مصنفه من الكرة الاصطياف سنه 1964، وبالتالي رجعنا حطينا الامور هيك على السكه. انا عندنا جروب بالبلديه، جروب هيك ناشط وجروب جان، وعم نحط الامور، عم نرجع نحط حصرون على الخارطه السياحيه. هذا كان هذيك السنه، والسنه محضرين لاشياء اكيد تكمل اللي صار هذيك السنه تنقدر شوي شوي هيك نساعد على تحريك شوي الحركه الاقتصاديه. بتعرفي منطقتنا فوق بحاجه دائما انه تحركي قد ما فيك الحركه السياحيه اللي بتحرك الحركه الاقتصاديه، وهيك بتساعد اكثر واكثر لأهلنا يثبتوا بالمنطقة. صح صح، يعني نحن نعرف قديش في نسبة سواح بيطلعوا على المنطقة، يعني بين منطقة الجبي، يعني بنبلش بالديمين وبحصرون وبعكفرة والأرز والنوبين وحتشيت، يعني في ضيعة كلها، وكل ضيعة عندها مميزاتها. صحيح. وبعرف حصرون مميزاتها هي كثيرة بين المزارات الكنائس. يعني إذا بنبلش نعد الكنائس، يعني عندك مغربة ومغربة، عندك السيدة، عندك دي سحني أكيد. يعني مزارات. حصرون مثل كل قضاء بشري هو قضاء غني بكل معالم، وإن كان الدينية أو معالم السياحية. أكيد في حركة سواح كتير كبيرة عم بلش تطلع على المنطقة، وأكيد هذا بتعرفي أنت المنطقة قديش عانت بمراحل سابقة، أكيد هلأ بالمرحلة الجديدة مع حركة ناشطة لنواب قضاء بشري، وبتحس المنطقة هيك بفورة أعمارية كتير كبيرة، وبالتالي رجعت الأمور هيك تتحرك بشكل كتير جدي. وهلأ الهايوي صار تقريبا خالص، وبالتالي سهولة الوصول للمنطقة اكيد عم تكون كثير كبيره، بالاضافه لكل الانفراستراكشر البروجكت اللي عم بتصير، بالاضافه لكمان للمهرجانات الارز اكيد السياحيه. وهلا كنا عم نحكي من شوي انه السنه متوقع ل 14000 زائر لقضاء بشر ب 14، يعني بس عم نحكي كمهرجان، ما عم نحكي عيد مار شربل. صحيح. زياده بنضيف لهم عيد مار شربل، وبالتالي هالقد في حركه بالمنطقه لانه عن جد قضاءنا حرم بالمراحل السابقه وحقه يرجع، ولازم يرجع ياخذ حقه مثل ما لازم. يعني بدي اقول لك شغله، انه انا هذا الويكند كنت موجوده بالمنطقه، قد ايه في نسبه مؤمنين، يعني عم يمكن بهذا الوقت بيصير في كثير مسيرات وحج على النوبين، يعني اذا بهذا الوقت يعني بعدنا بحزيران وهالقد في، وهيك عن جد يعطيكم الف عافيه كرؤساء بلديات اتحاد بلديات كمان، قد ايه عم تشتغلوا كنواب، وهي بتستاهل المنطقه ينشغل عليها 100% بتستاهل، وحق لها حق علينا المنطقه لانه عن جد بتستاهل منا كل وقتنا وكل جهدنا تنقدر نوفيها حقها. نعم نعم. حابة شوي احكي لانه يعني عن العلامه يوسف سمعان يلي عن جد حط مرك بالكنيسه الكنيسه المارونيه يعني هو اغنى مكتبه الفاتيكان. صحيح. وكمان يعني كانه الفاضل بربط الكنيسه المارونيه بقانون الفاتيكان.
والسنة رح تحتفلوا بال 250 سنة. يوبيل 250 لوفاة السمعاني، وله كثير دور أساسي كان بالمجمع اللبناني، وثائبت هالمرحلة عم بعمل شوية قراءات عن السمعاني، بتشوفي قديش كان أفونغارديست وقت اجى من روما وحط الاسس تبع المجمع اللبناني، وقديش عمل ريفورم بقلب الكنيسه، ويمكن هذا اللي خلينا كمسيحيين وكموارن نقدر نتطور. يعني من المجمع اللبناني كان في بند لالزاميه التعليم وانشاء المدارس، وبالتالي شوفي من اي سنه نحن هيك كان في حب العلم اللي كان عم بيحطوه كان اساس السمعاني فيه. هلا السنه نحن إذا بدك رح بلش لك بسلسلة نشاطات تبعنا، لأنه من ضمن النشاط عنا نشاط أساسي هو اليوبيل 250. نحن مبلشين نشاطات البلدية ب 29-30 حزيران و 1 تموز بالفلاور فيستيفال، يمكن اللي قطع هيك بالبروموشن صغير. صحيح، الفلاور فيستيفال صحيح هو نحن عنا سوق تراثي تجاري كتير حلو، يمكن السوق الوحيد بلبنان اللي فيه 3 ستوري بيلدينج، يعني ما بتشوفيها بغير منطقة. ثلاث طوابق صحيح تتشوفي قديش كمان كانت حصرون متقدمة بالأرشتكتور. بقى نحن صرنا على السنة الثانية على التوالي عم نزين السوق عم نحط شماسة، عم نشوف المشاهد هيك صحيح عم نزين السوق عم نحط شماسة عم نبرز جمالية هيدا السوق، وهذا كله أكيد بالتعاون مع لجنة المرأة، لأنه نحن كبلدية مؤمنين أنه ما فيها البلدية تعمل شيء وحدة إلا ما تمكن كل فئات المجتمع أنه تشتغل. مشان هيك أول ما انتخبنا أنشأنا لجنة المرأة اللي بتضم 70 سيدة، وفعلا عم بيكون عندهم شغل من بينهم يعني مدامتك. صحيح رانا كتير ناشطة. صحيح، وكل كيف لما بالاضافه انشانا نحن مجلس البلد الشبابي كمان تيكون نحن عم نجرب نعمل هيك كومبايننج باور، تجميع كواننا كلنا تنقدر نقدم بحصرون لقدام. بقى هذا الفلاور فيستيفال هذيك السنه اخذ امباكت كثير الناس حبوا، لانه التزيين تبع السوق كان كثير حلو. بتعرفي كان في شماسي ما عم شوفون غطيت السوق بالشماسي. بتعرفي حصرون هي ورده الجبل ودائما رمزها هي الورده. بقى زينا السوق بكل الشطول وكل الازهار، وعن جد عطى امباكت كثير حلو. يعني كان القاطع بالمنطقه كان يصف وينزل يتصور قد ما كان حلو. بس هيدا مكلف، هيدا الموضوع يعني بكلف. بتصدقي هل البلديه هي بتهتم بهذا الموضوع؟ بدي اقول لك انه بس يكون عندك النيه وعندك هيك الحماس وعندك الايمان بنوجد المصاري. مش بس المصاري، بنوجد الامور كثير بكلفيه كثير قليله. نعم. بتعرفي الله بيوفق اخر شيء وقت بيكون حدا هالقد عنده هيدا الايمان بالموضوع. تقول لك هيك مهرجان ممكن اذا بتشوف في من برا بيكلف، بس نحن الكلفه اللي علينا عم تكون كثير كثير زهيده، لانه اكتريه الصبايا او السيدات اللي قلت لك عنهم بيشتغلوا فولنتير، يعني ما بياخذوا اجارهم، واكثر في كثير الناس بيجوا بيحطوا سبونسرز، وحتى في بعض الناس اللي نحن مثلا هلا نادو فلاور هو اللي مزين الشماسه والانترنس تبع الفستيفال. عم تحكي السنه الماضيه، السنه كمان عندكم شماسه كمان. او كمان شماسه بس مغيرين مطورين فيها شوي، مزينين بشويه ورود، زايدين كمان كبيرة من العارضين يكونوا معنا، إن كان حرفيين، إن كان بيعملوا بعض الأمور الكوكيز، إن كان بيعملوا بعض المأكولات، إن كان مشاتل مطلعين LRI مشان تكون عم تعمل شيء للأولاد يتعلموا كيف دون يزرعوا الشجرة وكيف دون يسقوها وكيف دون يهتموا فيها، وأكيد بياخدوها معهم. يعني هذا كمان عم ترجعوا تقربون شوي من الأرض. صحيح. وما ننسى إنه نحن منطقة زراعية كمان. يعني عندكم على 3 أيام. على 3 أيام بلش يعني. ب29 هو الافتتاح. جمعة وسبت وأحد. وأكيد كل يوم بيكون 29 و30 و1 بيكون عنا إيفنت آخر شيء عشية، تيكونوا الأهل عم بينبسطوا أكثر وعم بيكونوا عم بيتسلوا. يعني هذا الوقت يعني إجمالا النشاطات عم تكون عشية المساء ما بتكون. لا هو ببلش الأوبنينج عم تكون على 6:30، ومثلا بس ثاني يوم من 10 الصبح فاتح المعرض، لأن هو سيستم معرض، يعني بيجوا الناس بيكزروا بيسوقنا الحلو بيشوفوا البدوية. أكيد الطرقات تكون مسكرة أكيد السوق بيكون مسكر أكيد، الطريق بتعرفي لأنه مثل ما حكينا هلا الهاي واي صار فيه من مرات الضيعة، سو ما بنكون عم نعرق لأي حركة. نعم 29-30-1 كمان كنت عم تقول إنه عندكم نشاط تاني اللي هو النشاط الأساسي الديني اللي بتعاون بين البلدية ولجنة الوقف، هو اليوبيل 250 لوفاة السمعاني. نعم.
بتعرفي مثل ما حكينا قديش سمعان الدكين عنده أهمية. رح يكون ب 15 آب، رح يبلش ب 15 آب بقديس على عيد السيدة. على عيد السيدة صحيح. رح يحتفل بالذبيحة الإلهية غبطة البطرك، ورح يكون بحضور أكيد سياسي وأكيد أكيد كل ناس جايين من روما مشان يكونوا مشاركين معنا. ثاني يوم ب 16 عندنا سلسلة من المحاضرات الفكرية بتحكي عن أهمية دور السمعاني إن كان بتاريخ الكنيسة المارونية أو بالمجمع اللبناني أو بأعماله الثانية اللي ما انحكى عنها، وهلأ نحن بمرحلة لازم نحكي عنها. حلو حلو. وأكيد عندكم مهرجان يلي مهرجان حصرون. أكيد مهرجان طبيعي تبع حصرون رح يكون ب 10 آب، رح يكون عندنا جورج نعمة على سيستم أوبن إير بارتي، وب 18 آب عندنا جورج طويل كمان على سيستم ما بتعملوا عيد مرليبة ما بيكون هو المهرجان أو هو إجمالا عيد مرليبة ختام هو ختام الصيفية وختام الاحتفالات تبعنا. عيد مرليبة بيكون آخر ويك إند بالصيفية، يعني بيكون آخر ويك إند بأيلول. أكيد بيكون عندنا سلسلة من النشاطات الدينية لأنه عيد مرليبة، بالإضافة لبعض النشاطات الترفيهية. نعم نعم. بعرف إنه اسم الله عليكم يعني بلدية ناشطة وعم تشتغلوا، بعرف مسؤولية كتير كبيرة بين إيديكم هالبلدة حصرون، وبعرف ما عم تشتغلوا بس على أساس بلدي على أساس هي وهذا بميز قضاء أبشار. نعم. التعاون عم بيصير بين كل بلديات القضاء وبين اتحاد البلديات وبين أكيد النواب، عم نقدر بهالوقت القصير نسبيا قصير نقدر نعمل اللي لازم نعمله. بتعرف اليوم نحن دائما أنا بقول إنه المسؤول لازم يكون على تماس مع مشاكل الناس ومع همومهم ومع وجعهم، ولازم هيك يقدر يستنبط حلول تقدر يعالج لهم مشاكلهم، ولا بالتالي ما بيكون مسؤول اذا ما عمل هيك. بالتالي كتر خير الله نحن المدرسه اللي نحن منها كلنا بهذا الجو، وعم ببينوا النتائج عمليا هيك على ارض الواقع، واللي بيطلع على القضاء من سنه لسنه عم بيشوف الفرق الكبير اللي عم بيصير مثل ما حكينا، ان كان انماء ان كان سياحه ان كان كل شيء. رئيس بلدية حصرون أستاذ جرار، وبرجع بقول إنك مهندس كمان، يعطيك ألف عافية سمعاني، ونحن بنتمنىكم توفيق. يعني رح يكون عنا موعد، أقرب موعد لكم بآخر هذا الشهر 29 30 أو 29 30 و1، ونطلقكم أكيد فوق لكل المشاهدين على أكيد. مهرجان الورود كمان بحصرون لأنه هي وردة الجبل. أهلا وسهلا فيك. Thank you.